وللمزيد من المتابعة أيضا مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هند الضوي خبيرة الشؤون العربية. أستاذة هند، برحب بحضرتك في البداية على شاشة إكسترا نيوز. تذمر المرتزقة السوريين الذين يرسلهم أردوغان إلى ليبيا، كيف يؤثر على تركيا أردوغان في هذا التوقيت؟ يعني في البداية سيؤثر كما أثر على سوريا، سيبدأ بعد ذلك يعني أن يتقاتلوا فيما بينهم، ستصل الأخبار إلى سوريا، فسيعزف الكثير من الإرهابيين الذين نووا أن ينتقلوا من سوريا إلى ليبيا بسبب ارتفاع طبعا الرواتب، حيث وصلت إلى يعني في بعض الأحيان إلى 3000 دولار بعكس ما يأخذوه في سوريا الآن من يعني 300 إلى 400 دولار فقط شهريا. وبالتالي أعتقد أن الأمر سيؤدي إلى صراعات كبيرة داخل هذه الميليشيات، كما أن الأمر هذا سيضر أردوغان، أعتقد أنه سيضر بالأزمة الليبية أكثر مما ينفع، بمعنى أننا ربما هؤلاء حين يتم تقسيمهم بشكل أكبر ويتم تمردهم على أردوغان سيلجؤون إلى قوى أخرى ربما معادية أصلاً لليبيا وللدول المجاورة لليبيا لتمولهم كما حدث الأمر في سوريا. ولذلك أي قوى تقصدين أستاذة هند؟ يعني في البداية على سبيل المثال المحرك الرئيسي للإسلام السياسي أو المتطرف داخل ليبيا كانت قطر، الآن تركيا. تغيير الأدوار لا يعني أن الطرفين هم حلفاء، هم حلفاء أمام الجميع، ولكن لكل منهم أجندة خاصة ولكل منهم قوى كبرى خاصة تدعمه على الآخر. أقصد أن الأمور ربما أيضا دول أخرى، دول كإيران وغيرها، كما يعني شاهدنا في وسائل الإعلام الإيرانية يتحدثون أن إيران دخلت إلى الملعب الليبي، كل هذا ليس في مصلحة ليبيا ولا مصلحة الدول المجاورة وعلى رأسها مصر وتونس والجزائر. إغلاق هذا الملف هو الأأمن والأكثر استقرارا والأكثر فوائد للجميع. يعني ذلك أن لابد أن الأسباب التي دفعت بعض القوى الغربية الكبرى كأمريكا حاليا وكبريطانيا لدعم أردوغان لابد من تفكيك هذه يعني الأسباب وإعادة النظر فيها مرة أخرى. على سبيل المثال التحالف الذي تم بين المشير خليفة حفتر وبين روسيا حتى لا نغضب الدول الغربية ونصل إلى نقطة التقاء ما بيننا، مصالحنا في عدم انتشار الإرهاب مرة أخرى والإسلام المتطرف السياسي المتطرف، وما بين الحفاظ على مصالح الغرب وعدم تهديدها من الجانب الآخر الجانب الروسي. طيب أستاذة هند، يعني سأستغل وجود حضرتك معايا وذكرك تحديدا قطر. قطر دولة عربية، ماذا من الممكن أن تستفيد قطر من الإضرار بدولة عربية أخرى وتدميرها؟ لا، ده قطر مش دولة عربية، قطر دولة وظيفية أنشأها الاستعمار في مرحلة ما، وخاصة أو أخص بالذكر بريطانيا صانعة الإسلام السياسي كما هي صانعة قطر لتخدم على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. لا تستطيع قطر ولا النظام الحاكم في قطر أن يقول لا لتحالف الأنجلو ساكسون، لأن معنى أن يقول لا أن يعني في اليوم التالي سيكون هناك انقلاب على الحكم وأيضا أسرة يعني جديدة أكثر ولاء لتحالف بريطانيا. هذا أمر مفروغ منه، فالتعامل من منطلق أن قطر دولة عربية هذا يعني عفوا قراءة سطحية للأمور. قطر دولة وظيفية وهذا يعني معروف. يعني فردا أيضا أو نقطة أخرى أن بداية تمهيد الأرضية للفوضى في ليبيا كانت من خلال قطر، هذا ما قاله بنفسه الرئيس معمر القذافي وأجهزته الأمنية، هذا ما قاله حتى الآن يعني العديد من المسؤولين الليبيين السابقين كانوا أصحاب قرار قبل عام 2011. إذا نظرنا حتى لخالد الشريف وعبد الحكيم بالحاج وغيرهم نجد أن من أعادهم يعني من أعادهم للأراضي الليبية وهم مطلوبين دوليين على ذمة قضايا دولية، عبد الحكيم بالحاج مطلوب دولي يعني سمح لهم بإنشاء شركة طيران كاملة ونقل الذهب الليبي الذي كان يختزنه الرئيس دايما الراحل معمر القذافي وأموال الدولة ويتم نقلها عبر هذه الطائرات أمام مرأى ومسمع الدول الأوروبية بالمناسبة، ويتم نقلهم إلى تركيا وإلى قطر ومن هذه الدول إلى دول غربية، هذا يجعلنا نقرأ المشهد كامل. فكرة تصغير الصراع في ليبيا كما تفعل القنوات الأوروبية الإعلامية وأنه تصوير على أنه صراع إقليمي، هذا خاطئ وهذا ليس صحيح. الواقع يقول أن الصراع صراع من البداية صراع دولي كان بين فرنسا وإيطاليا أو من البداية في عام 2011 وحتى قرار مجلس الأمن 1973 كان صراع دولي ما بين المعسكر الشرقي روسيا وبين المعسكر الغربي. نجح ساركوزي في الالتفاف حول روسيا وأصدر القرار وتدخل دوليا، من هنا انتهى النفوذ الروسي وبدأ الصراع الداخلي في أوروبا ما بين إيطاليا وما بين فرنسا، إلى أن أعاد الروسي مرة أخرى إلى الملعب ومن
هنا اقول ان تحجيم الازمه في الوضع الحالي ويعني اقلمت النفوذ الروسي في مصلحه الدول المجاوره لليبيا وليبيا، لان وضع ليبيا على المسار الصراع الدولي، اذا حلت القضيه السوريه بعد انتهاء الارهاب الان ستحل القضيه الليبيه. نعم. يعني ستظل معلقه حتى ان يتفق الخبر، وفكره ان يتفق الخبر هذا اصلا يعني مشكوك فيه بنسبه كبيره. نعم، السيده هند الضوي خبيره الشؤون العربيه كنت ضيفتي هاتفيا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.